موضوعنا الثالث في علم الاجتماع هو مناهج البحث في علم الاجتماع علشان ادرس اي ظاهره اجتماعيه عندي لازم استخدم المنهج العلمي لكن المنهج العلمي ده ليه صور واشكال مختلفه عندنا ثلاث صور او اشكال للمنهج العلمي المنهج التاريخي منهج المسح الاجتماعي منهج دراسه الحاله اولا المنهج التاريخي يعتبر ابن خلدون هو مؤسس المنهج التاريخي الدراسات التاريخيه تعطي عمق لدراسه اي ظاهره اجتماعيه عندي يعني التاريخ أو المنهج التاريخي بيحاول يفسر أحداث الماضي كلها من الألف إلى الياء وكمان التاريخ بالنسبة لعلم الإجتماع هو ميدان من خلاله أقدر ألاحظ الظواهر الإجتماعية في الحاضر وهقدر من خلال تاريخ الظاهرة أعرف ماضيها وأقدر أفهم حاضرها علشان لو معرفتش ماضي الظاهرة مش هعرف حاضرها ولا أقدر أتنبأ كمان بمستقبلها يعني شكل الظاهرة دي هيكون إيه في المستقبل طب ما نيجوا كده ناخد مع بعض مثال لو عايز أدرس ظاهرة تغير الأخلاق في الريف أو في القرية المصرية القديمة يعني عايز أشوف شكل الأخلاق زمان كان أيه ودلوقتي شكل الأخلاق بقي عامل أزاي، عايز كمان أعرف نظام التعليم أيام محمد علي في مصر كان شكله أيه ودلوقتي بقي شكله أيه يعني نظام التعليم في الماضي كان شكله أيه وفي الحاضر بقي شكله أيه بعد كده سنة تانية عندنا مصادر لجمع المعلومات دي المنهج التاريخي مصادر لجمع المعلومات عندنا نوعين لجمع المعلومات مصادر أولية زي إيه سنة تانية زي الوثائق ورق البردي العقود القديمة أما تقول لي أنا عندي عقد قديم بتاع جدي وستي كمان يا سنة تانية الحفريات بقايا الكائنات الحية الأثار أو المعابد تاني نوع عندنا وهو المصادر السنوية هي ما يشتق أو ينقل من المصادر الأولية طب زي إيه لما أجي أترجم ورق البردي أو أعيد صياغة عقد قديم الكتب اللي بتوصف لي الآثار طب تفتكر أيهما أفضل المصادر الأولية ولا المصادر السنوية؟ أكيد للي بيستخدم المنهج التاريخي المصادر الأولية أفضل ليه لأنها بتكون المعلومات من مصدرها الأساسي تاني منهج عندنا يا سنة تانية هو منهج المسح الاجتماعي إيه تعريف منهج المسح الاجتماعي؟ الدراسة العلمية للظواهر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين في الوقت الحاضر يعني في الوقت اللي احنا عايشين فيه الدراسه دي طب بالنسبه بتتم ازاي لما بجمع بقوم بجمع عينه من المجتمع من افراد المجتمع والعينه دي اختارها بنفسي واختارها بدقه بتمثل افراد المجتمع اللي انا عايزه ادرسه وعايزه ابحثه او اعمل عليه التجربه بتاعتي زي مثلا دراسه خصائص السكان او حجم الاسره او اي مشكلات موجوده في المجتمع او زياره الهجره الشرعيه وغير الشرعيه كمان بيستخدم منهج المسح الاجتماعي في العديد من الجهات الحكوميه زي ايه سنتانية؟ زي وزاره التخطيط او الزراعه والصناعه والاحزاب السياسيه ولما اجي اعمل استطلاعات للراي العام اعرف راي الناس تجاه موضوع معين ايه وبكده يا سنة تانية بنكون خدنا مع بعض منهج تاريخي وخدنا منهج المسح الاجتماعي الى اللقاء في حلقات اخرى ان شاء الله